ويتحول هذا الانهيار من انهيار اقتصادي يكون له تداعيات سياسية على الساحة الدولية بشكل عام، وأن نكون أمام تداعيات خطيرة تقف أمامنا وتحديات خطيرة تقف أمام أوروبا، وبين قوسين حرب عالمية. حقيقة أنا أريد أن أثني على ما قاله الدكتور عواد. سياسة دول الخليج الحقيقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية سياسة حكيمة الآن، وما اتخذته من قرارات تستدعي إلى أن نقول أن هناك سياسة الآن جديدة تستخدمها دول الخليج في مواجهة أي قرار سياسي على المستوى الدولي، وهذا شيء كبير جدا ويحمد ويثنى لدول مجلس التعاون الخليجي في الآن اتخاذها القرارات المناسبة في مصلحتها القومية كدول. هذا الأمر صحيح وواقعي، لكن أريد أن أقول شيء. أي حدث على المستوى العالمي له تداعيات على المستوى الأوروبي، إن كان الحدث أوروبياً أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني على سبيل المثال اقتصادياً، الدولار ينخفض في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية يتداعياته في حتى أسواقنا نحن، في إن كان في دول الشرق الأوسط أو في أي دولة أخرى أو في دول أفريقيا. هذا الأمر مرتبط ارتباط، الارتباط الاقتصادي والسياسي الدولي ارتباطا كليا، وهذا الشيء مهم جدا يجب أن نعيه. أن فك هذا الارتباط لا يمكن أن يكون بموجب العلاقات الدولية والقانون الدولي، لا يمكن أن 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 أن, أن تفك ارتباطك بدولة أخرى، لكن ممكن أن تستقل اقتصاديا، ممكن أن تستقل سياسيا في اتخاذك لهذا القرار، لكن أن تفك ارتباطك بشكل كبير ووثيق جدا هذا يدعي أنك أنت تكون صاحب صناعات قوية وصاحب إنتاج مصانع قوية لتقوي اقتصادك وتجعل من القوة الاقتصادية لديك دولة أو كمنطقة تواجه هذه الدول التي تعتبر صناعية عظمى مثل الصين.